بقى ناخد جولة كاملة في كايرو مول واسعار. ما يعني انا ما انصحش حد ان يجي يشتري من كايرو مول. بصوا كاوتشات المدارس عاملة ازاي، بصوا الكوتش عامل 225، بصوا الكاوتشات جامدة. بصوا شنط المدرسة كيوت أوي دي، مكتوب سعرها كام؟ اه ما شاء الله. بصوا فيها 650، حلوة حلوة رخيصة بس احنا جبنا الحمد لله. الكوتش الأولادي عامل 275، وبصوا البنات الكيوت ده حلو جدا، كان عند مريم بنت واحد زيه عامل 295، 300 جنيه يعني. انا بجد ما بشتريش من هنا اي حاجه، انا باجي بس افسح اولادي وبس، لكن انا ما اشتريش من هنا. بصوا حبايبي الموديلات دي كيوت قوي يعني، بس اسعارها مش محطوطه، بس كده اسعارها مولعه يعني. هو ماركات بقى الكاوتشات دي عشان غاليه جدا. في بقى هنا محلات اولادي اطفالي كده زي ما انتم شايفين، حاجات حلوة جدا برضو، وملابس رجالي وكل حاجة هتلاقيها هنا، بس الأسعار أوفر شوية يعني عما احنا بنجيب. الأسعار هنا بتاعت شنط المدرسة والكوتشات مولعة، خصم 25%، بس ممكن تلاقي الحاجة يعني شوية بأسعارها الحقيقية، عشان ده كوتونيل بيبيع يعني الأسعار ما بيلعبش فيها يعني. في فرع كوتونيل اهو، كوتونيل القطن بيتكلم مصر. وبرفانات حاجات جميله. ده المول اهو يا حبايبي من جوه. طبعا اللي في بيته في الهرم او في فيصل عارف بقى كاير مول كويس يعني. موديلات بقى بناتي هنا تحفه، بس برضو الاسعار للاسف مش مكتوبه. بصوا حبايبي كده احنا فوق المحلات تحت، هو بيتهيألي اربع او خمس ادوار. بصوا حبايبي هنا في فساتين سواريه برضو، يعني اللي حابب برضو يجي ياخد فكره تأجري في السنه لو خطوبتك او جوازك او اي حاجه، فساتين سواريه جميله جدا. وفي بقى هدوم خروج برضو. بصوا بقى الهدوم بقى مش حاطين عليها اسعارها يعني خالص، بس حلوه شيك ومودرن جدا يعني. حبايبي ده عرض خاص ب 100 جنيه الفستان. بصوا يعني في بقى وفي اشكال كتير، المحل موجود وفي عرض يعني وخصومات كتير. وده برضو مش عارفه ايه ده، بس عادي. عروض بقى يا حبايبي اهو للعرايس اللي بيجهزوا نفسهم واللي حابين يجيبوا قمصان. القميص عامل 60 جنيه وعرض خاص 3 قطع ب 100 جنيه برضو يعني. كايرو مول على قد كده فيها حاجات حلوه وحاجات رخيصه. انا حبيت برضو اوريكم العرض ده عشان لو اي عروسه بتجهز نفسها ولا حاجه. في قمصان مودرن جدا وجميله ورخيصه لحد ما يعني اهو. وطبعا في الغالي وفي الرخيص، وهي عرض 3 قطع برضو ب 100 جنيه، واحد قطع ب 40 جنيه يعني، وده ب 99 جنيه اللي هو شبه بدلة الرأس يعني. اللي انت حباه هتيجي تاخديه من هنا. في كل مكان في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. مول كبير جدا 6 ادوار، وكل دور فيه بتاع اكتر من 25 محل. في اكسسوارات حلوة جدا، وفي اكسسوارات وفي فضة. بصوا حبايبي الحاجات دي برضو هنا متوفرة ورخيصة وتحف. انا ممكن اكتم الصوت بقى عشان او الطبع والنشر وكده، ما ينفعش الصوت يظهر. بصوا قوالب البايركس دي حلوة قوي. DaraBlix.com.
البرطمانات التركي دي والحاجات اللي هي التركي دي. منظمات التركي اهي برضو. خش خش يا ماما. بصوا ده حلو قوي، ده بتاع الكب كيك، قصدي هاته. ماشي لا مش بيل اللي انت هتجيبه، خلاص مش هنجيب غيره. شيك قوي قوي جي. جدا جميله جدا. ومنها الصغير ايه ده، كيوت كيوت يعني. شفايات جميله قوي. السلات دي اطباق بقى على عيد ميلاد. كل حاجه هتلاقيها هنا في كايرو مول برضو. انا عايزه قشاره. كلمي بيقول لك كلمي. ماشي هنجيب يا وشه. اي بصي فوق اهي. بصي يا حبايبي برضو ادوات مدرسيه. حلوة قوي الأجندة دي، كيوت جدا اللي هي المستفزة. بص يا حبايبي برضو علب التركي دي برضو متواجدة، دي بيبقوا تلاتة في بعض ب115. اللي هي دي اللي هي السادة دي. حاجات جميلة جدا. تحفة جدا الحاجات دي، بس مش مكتوبة على اسعارها. انت هيقول لك بص يا حبايبي متوفر بقى كمان التوك. هنجيب بقى توك لمريم للمدرسه. هم عندهم لازم يخشوا بتوك بيضه، فانا بقى ايه في جميع الالوان والاشكال والاكسسوارات وكل حاجه، بس انا هجيب التوك البيضه عشان المدرسه. ايوه يا زياد.